السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج القوس. الفتره القادمه هتكون خير وتفائل يا برج القوس، وصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. على قناتنا الثانيه علاج السحر اكتب تم يا برج القوس، هنبعت لك اللينك عشان خاطر تدخل وتحصن نفسك وتعالج نفسك لو كان عندك سحر. نشوف توقعاتك يا برج القوس الفتره اللي جايه دي فيها خير، وايه التغيرات اللي عندك. برج القوس، برج القوس دايما فرحتك متاخده منك، مفيش اكتمال عندك في عده المواضيع عندك بسبب التوتر والحيره. طيب اليومين دول يا برج القوس انت مهموم وشايل حمل كبير وشايل مسؤوليه فوق كتفك، لدرجة ان انت حاليا بتعاني من كتر الصداع اللي ماسك فيك بسبب التفكير، ولا عارف تنام ليل ولا نهار، حيرة ودوامة، ودخلت نفسك في حاجات انت كنت مستغني عنها. انت طول عمرك يا برج القوس بتتجنب العلاقات، بتتجنب الحاجات اللي ممكن تضايقك، بس وقت ما بتنوي بتقع في الوعى اللي هي تجيب اجلك. داخل علاقة كلها علاقة سامة، توتر، حيرة، خوف، قلق، عندك بعض التوتر عندك يا برج القوس، بس ما تقلقش، عندك انفراجات حلوة جايالك بفضل ربنا، عندك رجوع، حد هيرجع لك وهيعتذر لك الفترة دي، وانت هتقبل الاعتذار واحتمال تدخل معاه في علاقة جديدة او علاقة جدية بإذن الله. في كمان حد هنا بيحبك يا برج القوس وباله مشغول بيك وعايز يكلمك بس خايف من ردة فعلك. ده في نفس الوقت انت هتطلع ناس من حياتك اذوك وظلموك وكسروا بخاطرك، وفي نفس الوقت هيكون عندك نقله جديده او عتبه جديده او تغيرات جديده في حياتك. حواليك تعابين يا برج القوس، لابسين وشوش الملائكه، حواليك تعابين بيبينوا لك ان هم حابين لك الخير، بس هم لو طالوا يأذوك وياكلوا من دمك ولحمك صدقني مش هيتأخروا. هم دلوقتي عاملين وشوش الملائكة بيلعبوا عليك على الطرفين، وهم اصلا ناس مش كويسين، احذر منهم وخلي بالك، وما تديش حد امان ابدا في حياتك يا برج القوس. طيب يا برج القوس، طيب جدا، بس طيبة قلبك دي وقعتك في مشاكل كتير. برج القوس انت عندك تعذيب في الضمير، يعني انت لو عملت حاجة غلط وما لقيتش العقاب بتلاقي عقاب ضميرك، ضميرك بيأنبك قوي وتحس ان انت عايز ترجع وتتسحب عن اي حاجة عملتها. في شخص هيقف جنبك وهيساعدك وهيكون مصدر رزق في حياتك، او هيديك انطلاقه جديده او تغيرات جديده الله اعلم. في كمان هنا عين قويه جدا من مرات اخ او اخت حسوده. انا المره اللي فاتت قلت لك ان انت عندك اخت حسوده وحقوده مش حبالك الخير، بالفعل ظهرت لك تاني، دي حقوده وغيره ومش حبالك الخير، بتغير من نجاحك يا برج القوس، بتغير من حياتك، غيرانه وحاقده على كل حاجه في حياتك. عندك مرات اخ بتتكلم عليك من ورا ظهرك ومبينه لك انت وش الملائكه، وهي من وراك اصلا مش كويسه. في كلام ونميمه في سيرتك يا برج القوس، في كلام كتير جدا عليك، فاحذر وخلي بالك من اشخاص عايزين يستغلوك، بس مشكلتهم ان هم مبينين لك يا برج القوس وش الملائكه، مبينين لك الحب والحنان، وهم صدقني لو طالوا يموتوك مش هيتأخروا، وديني بقول لك الكلام ده. برج القوس انت برج ناري، يعني دايما بينك وما بين الشريك توتر وحيرة، وعندك عين مراقباك، في بينك وما بينه الايام دي بعض التوتر وبعض الحيرة. انت اليومين دول متعصب يا برج القوس على اي حاجة، متعصب وحاسس ان انت مش طايق نفسك ولا طايق ان انت تكمل في اي علاقة، بس متراقب يا برج القوس مراقبة شديدة من ناس في حياتك، ناس اعدالك ومرصدالك وقاعدلك مش وراهم اي حاجة غير ان هم يتكلموا عليك ويأذوك. بلاش التهور يا برج القوس، بلاش تكون متهور في اي حاجة، حاول تهدى وتهدي اعصابك عشان الفترة اللي جاية فيها انفراجات ليك. ومش كده بس كمان، ده انت هتسمع اخبار حلوة بقالك مدة نفسك تسمعها، وحان وقت ان انت تهدي اعصابك وتهدي نفسك علشان تحصل على اللي انت عايزه. طول ما انت متضايق ومخنوق مش هتحصل على اي حاجة عايزها في حياتك ابدا. طيب
ماشي في طريق، والطريق ده بتسأل نفسك يا هل ترى صح ولا غلط، في مواضيع محيراك عايز تاخد القرار وخايف، خايف تندم بعد كده. صدقني يا برج الكوس مستحيل تندم، مستحيل تندم عشان انت بتكون ناوي على الخير، بس عندك حسد شديد، حسد شديد من ناس خبيثة في حياتك ومش حابين لك الخير، ناس بيتكلموا عليك ودايبين في سيرتك بطريقة سلبية. ابشر ابشر عشان عندك خير قادم لحياتك. ده مش كده وبس، كمان عندك نقلة جديدة. برج الكوس انا مش عايزك تزعل على نفسك، مفيش حد مفيش حد يا برج الكوس الا متعذب في حياته. انا عارفة ان انت من زمان شايل مسؤولية، عارفة ان انت من زمان بتعافر وبتجاهد وتعبت في حياتك جدا، ومحدش تمر فيه او محدش تمر اللي انت عملته في حياته، بس اهدى وهدي اعصاب. عندك برج الجدي وبرج الحمل وبرج الثور وبرج الحوت وبرج الجوزاء، الابراج دي كانت في حياتك، وبرج العذراء، الابراج دي كانت في حياتك، بتعمل ايه؟ منهم اللي اذاك، ومنهم اللي كسر نفسك، ومنهم اللي وجع قلبك واكل حقك. حاليا بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مين اللي اخذ منك فلوس يا برج الكوس وما ادهلكش؟ مين اللي دخل عليك بالحب والحنان وفي الاخر اكتشفت ان هو خاين وصدمك؟ مين الشخص اللي خدت منه ضربة وصدمة ومستحيل تنساها او تغفر له ابدا على اللي هو عمله في حياته حياتك؟ مصدوم يا برج الكوس وعايش ومع ناس صدقني ما تستاهلش ولا محبتك ولا تستاهل حتى ان انت تكلمه. ناس كتيرة جدا ظلمتك وجات عليك، بس ما تقلقش، احب ابشرك واقولك ان رجوع حقك قريب جدا منك. ابشر يا برج الكوس وهتنطلق انطلاقة جديدة وفي محبة حلوة في حياتك. بص يا برج الكوس، الايام اللي جاية هيكون بينك وما بين الشريك علاقة قوية، بينك وما بينه هترتبطوا، او هيكون في كلام كتير، طاقة جديدة، راحة جديدة، حاجة جديدة في حياتك، هتطلع من اليأس والتشاؤم وهتغير العتبة اللي انت فيها، الغيمة السودة اللي في حياتك دي هتتخلى، هتنتهي، وهيبقى عندك الصبر وهيبقى عندك رجوع حقك. في شخص بعيد عنك بس بينك وما بينه رابط قوي، هيبقى في لقاء الايام اللي جاية، النصيب في حياتك هيلعب دور كبير، العاطفة عندك هتتبدل وهتبقى في حياة جميلة، وهتركز على المواقف الحلوة اللي في حياتك، الحب الحقيقي لسه ما ظهرش في حياتك يا برج الكوس. اوعى تتخلى عن هدفك ابدا، حط هدفك قدامك واشتغل عليه علشان خاطر هدفك هو السهم بتاعك، هو حياتك القادمة مع احبابك ومع اشخاصك المفضلين. ارمي ورا ظهرك وما تخليش اي حاجة تكسرك، تفائل لسه طول ما انت عايش وطول ما انت بتتنفس لسه الخير قادم لحياتك يا برج الكوس. اوعى تخلي اي حاجة تسيطر عليك، ايامك اللي جاية فيها حصدا تاما باذن الله. مخنوق يا برج الكوس ومش طايق نفسك اليومين دول، حاسس ببعض الحيرة وبعض التوتر، حاسس ان حياتك ماشية ببطء ومفيش اكتمال، رغم ان عندك انفراجات حلوة، عندك انفراجات حلوة. خلي بالك انه في علاقة هترجع لك من الماضي، العلاقة دي هترجع لك من الماضي، والقرار هيكون قرارك انت اللي هتقرر تكمل ولا لا. بص يا برج الكوس، عندك هنا فترة من التوتر والقلق، بس فكر بالإيجابية اكتر وحاول تسيطر على نفسك، بلاش تقف وتغير من حياتك، لا حط مصلحتك قدامك، عشان عندك تغيرات جذرية في حياتك، وهتقف بينك وما بين الأشخاص اللي أذينك وظلموك وتكلموا عليك. كوابيس يا برج الكوس ومش عارف تنام، وأحلام عندك هنا، أحلام وكوابيس كتيرة، في كمان سحر، سحر بيتعمل لك يا برج الكوس، وخطط شيطانة مش كويسة. ما تقلقش، انت عارف نجاحك فين وهتمشي عليه، مفيش اي حاجة هتسيطر عليك الايام اللي جاية، انت تعرضت لخسارة كبيرة، فمفيش داعي للقلق،
علشان التعويض قادم لحياتك، وهتدخل في فترة تغيير وفترة انطلاقة جديدة. عندك طاقة حلوة جدا الأيام اللي جاية، وعندك شجاعة وثقة بالنفس، وهتلاقي الصفات اللي انت بتدور عليها في الشريك المناسب. انت بقالك مدة بالك مشغول وحيران ومخنوق ومش عارف تعمل ايه، هتستعيد بالشجاعة الأيام اللي جاية علشان هتحصد خير في حياتك يا برج الكوز. بس صلي على الحبيب. بص يا برج الكوز، الانفراجات عندك قادمة، عندك بشر سارة الأيام اللي جاية هتكون خير، بس عندك الوسواس يا برج الكوس وخوف من المستقبل بطريقة رهيبة. خايف جدا من بكرة، خايف جدا من المستقبل بسبب التوتر والحيرة اللي انت مريت بيه، وبسبب الطعنات اللي انت خدتها من وراء ناس كنت بتحب لهم الخير. بتضغط على نفسك يا برج الكوس عشان تسعد اللي حواليك. لا يا برج الكوس، استوب هنا بقى واعمل استوب. ما فيش حاجة اسمها أسعد غيري يا برج الكوس على حسابي. في حاجة اسمها مصلحتي، في حاجة إن أنا أشوف احتياجاتي. أنت كنت بتفضلهم عليك صح؟ وكنت بتحبهم جدا، بس ما تمرش فيهم. أخدت منهم إيه غير الطعن والغدر؟ أخدت منهم إيه غير كسرة القلب رغم إن أنت كنت كويس معاهم؟ اهدى بقى يا برج الكوس، وحان وقت إن أنت تشوف مصلحتك وتشوف نفسك، وتحط النقط على الحروف مع بعض الأشخاص اللي أزينك واللي ظلمينك. عندك بصمة الأيام اللي جاية هتكون بصمة خير. البصمة دي هتصطاد فيها حاجات في حياتك، ومش كده وبس كمان، ده أنت هتمضي ورق بقالك مدة عايز تمضيه، أو في ورق في المحكمة هيخلص بإذن الله، أو في حاجات كتيرة جدا هتتبدل في حياتك الأيام اللي جاية. طيب بص يا برج الكوس، جايالك أخبار حلوة الأيام اللي جاية بالترتيب في حياتك، بس ما تخليش أي حد يستفزك أو أي حد يطلع الطاقة اللي جواك. أنت عزيز النفس، ما بتعرفش تطلب حاجة من حد. لو هتموت على الحاجة دي ما بتعرفش تطلبها، وده أجمل ما فيك يا برج الكوس. بس عايزك تحذر من ناس كتيرة جدا في حياتك. احذر من أي حد ممكن يقلب حياتك في آني تحتاني. بلاش تختار اختيار غلط، بلاش تختار اختيار غلط. حاول تفكر صح علشان ما تندمش، وعلشان خاطر ما تاخدش القرار اللي ممكن يأذيك ويظلمك. انت دايما هنا عندك انفراجات حلوة، وعندك انطلاقات كتيرة جدا حلوة. ده مش كده وبس كمان، ده هيكون عندك انفراجة حلوة على جميع الأصعد في حياتك. الحاجة اللي بالك مشغول بيها يا برج الكوز بقالك مدة هي اللي هتحصل الأيام اللي جاية. ومش كده وبس كمان، ده هتحصل بحاجة حلوة جدا هتغير من نفسيتك وهتسعدك إن شاء الله. برج الكوس أزينك يا برج الكوس وظلمينك. مشكلتك يا برج الكوس ان انت طيب زيادة عن اللزوم، طيب جدا، والطيبة دي أزياك وعاملة لك توتر وحيرة. وانا كذا مرة اقول لك بلاش الطيبة الزايدة. زي ما في ناس بتحبك في ناس بتكرهك، في ناس عايزة تاكل حقك، حواليك ناس من الجيران مش حابين لك الخير، ودايما بيتكلموا عليك وجايبين في سيرتك. وانا حذرتك منهم قبل كده يا برج الكوس، قلت لك ان في ناس بتتكلم عليك ومش حبالك الخير، رغم ان الفترة اللي جاية هيكون في فرحة حلوة وفي تحسنات على جميع الأصعد، بس وراك كلاب بتعوعوا يا برج الكوس. وراك كلاب بيدعوا عليك، بس ما تقلقش، انت دايما بتكون على يقين ان ربنا هيديك الفرحة اللي انت تستحقها. وبالفعل ربنا هيديك الفرحة اللي انت تستحقها وتكون من نصيبك. مش عايزاك تقلق، انا عارفة ان هم اكلوا حقك، وعارفة ان هم ظلموك وكسروا نفسك وخلوك بقالك مدة وسنين بتعاني وبتعافر، لدرجة ان انت اليومين دول بتشعر بحالة كسر رهيبة، ما بقتش عارف عايز ايه ولا نفسك تعمل ايه. الضغوط اللي عليك مش سهلة ومحدش حاسس بيك، الصداع المستمر والألم اللي في الجسم، حتى نومك بدأ يكون متلخبط، ولا عارف تنام ولا عارف ترتاح. الحالة دي مؤثرة عليك وعلى حالتك وعلى شريك حياتك، ومؤثرة على كل اللي حواليك. في حد هنا بيدعي لك وبيقول لك إن شاء الله، واقف جنبك وساندك، بس دايما حاسس بنبض بكسرة قلب يا برج الكوس. وحتى نبضة قلبك حاسس إن هي معجزة، حاسس إن أنت ميت في كل الحاجات. بس ما تقلقش،
انت رغم الحيرة، رغم التعب النفسي اللي انت فيه ده، رغم الانفراجات الحلوة اللي هتعود على حياتك الفترة اللي جاية، مش عايزاك تقلق يا برج القوس، علشان عندك انفراجات حلوة. ومش كده وبس، كمان ده انت هيكون عندك بشرة، عندك رزق جاي لك بعد خطوتين من الايام اللي جاية. ناوي تطلع السلم يا برج القوس، في حاجة هتفرحك وهتفك لك أزمة. انت حاولت كتير ومحاولاتك فشلت بسبب العدو اللي في حياتك، عشان عامل طريق صديق ليك وهو شخص عايز يأذيك، بس هو حبيب حميقة بيقول لك انا حبيب لك الخير، وانا بس صدقني هو لو طال يأذيك مش هيتأخر. فعشان انت دايما متفوق ودايما ما بتفعلش غير الخير، هتلاقي اللي هيسندك وهيجيب لك اخبار حلوة. هيجي لك خبر حلو جدا اليومين دول، وهيغير من نفسيتك وهيغير من حالك بالكامل، وهتستعد لحاجات كتيرة جدا في حياتك. مشكلتك يا برج القوس ان انت نضيف من جواك وانيق، بتحب الحياة، ما بتحبش الوشوش الكتير، ما بتحبش المشاكل، دايما بتتجنب المشاكل، بتتجنب التوتر، بتتجنب الحيرة، بتتجنب اي حد ممكن يأذيك. بس ما تقلقش، هيكون عندك انطلاقات حلوة واحداث حلوة، بس خد حذرك من اشخاص بيكرهوك وبيراقبوك على طول يا برج القوس، وبيقولك احنا جنبك وحابين لك الخير. برج القوس، ربنا هيجمعك بمن تحب الايام اللي جاية. عايزك تبشر وتخلي بالك من نفسك، انت دايما جدع جدا مع الاشخاص اللي في حياتك وحنين، وبتقف جنب الناس اللي موجودين في حياتك، بس ما بتلاقيش حد يقف جنبك وقت ما بتكون محتاج. بلاش التفكير في المستقبل، علشان هتتعب وهتزعل. ما صدقني مفيش حاجة هتفضل تتردد معاك اكتر من وقتها او من حجمها. برج القوس، لازم تكون حذر من اشخاص بيحاولوا يستغلوك، وبلاش التردد اللي على الفاضي وعلى المليان ده. بلاش ان انت تتردد في حاجات كتير، عايز تعمل حاجة اعملها من غير كلام. عندك رسالة غير متوقعة هتجيلك بعد كام يوم، الرسالة دي هتكون حلوة لحياتك وهتديك انفراجة حلوة. بص يا برج القوس، انت من الابراج اللي هي اليومين دول بيعانوا من التوتر وشيل الهم والضغط النفسي والعصبية اللي مأثرة عليكم، مخلية جسدكم وجعكم بطريقة رهيبة. الطاقة دي لازم تشيلها وتدخل في طاقة إيجابية. اشغل نفسك، اشغل وقتك، اشغل حياتك، اشغل اي حاجة. انت اليومين دول بتجمع فلوس علشان تشتري الحاجة اللي بقالك مدة حطتها في بالك، حطتها في حياتك. بتجمع فلوس عشان تبني المشروع اللي انت عايز تعمله، بالفعل هتعمله وهتنجح فيه وهتبقى متألق، وكمان هيكون عندك حياة حلوة. قولي يا برج القوس، الحياة سرقت منك ايه؟ الاشخاص اللي دخلتهم في حياتك خدوا منك ايه؟ اللي قلت عليهم هم احبابي واصدقائي وكل ما املك في الدنيا، عملوا لك ايه؟ تساقط الشعر والقولون العصبي والصداع المستمر ده بسبب ايه؟ الحظ عندك اليومين دول يا برج القوس واقف ومش ماشي في صفك ولا ماشي في حظك. الغلطة الوحيدة اللي انت غلطتها يا برج القوس في حياتك ان انت اديت ناس وعليت ناس اديتهم اكبر من حجمهم وفضلتهم عليك، وصدقني ما جالكش منهم غير وجع القلب ووجع المعدة وكمان الصداع المستمر. بس ما تقلقش، انت ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه وايه اللي ربنا كاتبه لك، رغم ان انت توجعت واتكسرت، بس اكيد في عوض وتغيير جذري من عند ربنا ليك. هنا يا برج القوس، عايز تبعد ومش عايز تتكلم ولا عايز تتعامل مع حد. برج القوس اليومين دول كاتم قافل على نفسه ببان، وحابب الوحدة والعزلة بسبب اللي شافه من البشر، بسبب ان وقع عليه ازمة كبيرة وظلم كبير. قول بس يا برج القوس، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي اذاني وظلمني. وما تعرفش كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل دي ممكن تكون ايه في حياتك او ممكن تعمل لك ايه. ما تقلقش، ربك معاك. طيب انت حطيت امنية من اول الفيديو، والناس اللي ما حطتش امنية حط امنية دلوقتي ببالكم، عشان نشوف رسالتكم هترد عليكم وتقول لكم ايه الفترة اللي جاية يا برج القوس. بسم الله.
سيجبرك جبر يتعجب له أهل الأرض والسماء، وهيطمن قلبك بكل ما تتمناه. ايه رأيك يا برج القوس؟ قولي ايه رأيك، يعني انت عايز ايه تاني؟ صدقني ربنا عالم بحالك، مفيش حد عالم باللي انت فيه يا برج القوس، بس ربنا معاك وكمان عالم باللي جواك، وعشان كده يا برج القوس هيديك من حيث لا تحتسب، بس انت قول امين. تحياتي ليك يا برج القوس، وانتظر التوقعات الجديدة، وعلى قناتنا التانية اكتب تم يوصلك علاج السحر.